אמש אמרתי שכוחותינו יכולים להגיע לכל מקום ברצועת עזה. עכשיו הם מקטרים את ביתו של סינואר. אז ביתו איננו מבצרו, הוא יכול לברוח, אבל זה רק שאלה של זמן עד שנשיג אותו. ألا يخشى يحيى السنوار على نفسه؟ أنا أقول بأنه أكبر هدية يمكن أن يقدمها العدو والاحتلال لي هو أن يغتالني وأن أقضي إلى الله سبحانه وتعالى شهيدا على يده. أنا اليوم عمري 59 سنة، أنا حقيقة أن أفضل أن أستشهد بالإف 16 أو بالصواريخ من أني أموت بالكورونا أو من أني أموت بجلطة أو بسكتة أو بحادث طرق أو بشغلة منها اللي بموتوا منها الناس. فخريتها يعني بتعرفوا بقى على 60 وبعد 60 بشوية يعني احنا بنصير يعني قد اقتربنا من الوعد الحق ومن معاد الوفاة الطبيعية. فأنا أفضل أن أقتل شهيدا عن أن أموت فطيسة.